السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اولا كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، يا رب العيد دوت يكون احسن من العيد اللي فات وتكونوا مبسوطين وطيبين فيه. والسنة الجاية يا رب تكون لكم على جبل عرفات يا رب، وكل اللي نفسه في حاجة تتحقق له بإذن الله يا رب. النهاردة بقى انا جاية لكم بفيديو جديد كده، وهو الأكلة الشهيرة ممبار ومعاها كوارع، حاجه كده بقى ترم العظم، وحاجه يعني اكله مفيش بعدها، جميله جدا. انا عملتها بطريقه بسيطه ومميزه، هقول لكم كل الحاجات التكات بتاعتها علشان تطلع معاكي طعمها حلو قوي، كل ياكلها منك بجد هيدعيلك يعني. ما تنسوش بقى لو انتوا اول مره تشوفوني تضغطوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس، وتوصلوا الفيديو دوت لاعلى نسبه لايكات، وكمان تسيبوا لي كومنتات عاوزين ايه الفتره الجايه، او اي حاجه انتوا عايزينها قولوا لي طريقتها، او عايزين طريقتها، عايزين تعرفوا اي حاجه فيها. لو في اي حاجه كمان مش واضحه ممكن كمان تبعتولي. كمان هسيب لكم تحت الانستجرام بتاعي علشان لو حد عاوز يبعت لي اي حاجه ممكن يتابعني على الانستجرام. ويلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا وهنعملها ازاي. اول حاجه انا هعمل الكوارع دلوقتي. جبت حله نضيفه جدا وحطيت فيها ميه، وهغسلت الكوارع بتاعتي بالدقيق بقى وبالليمون او بالخل زي ما انت بتحبي تغسليها، المهم تكون نضيفه. انا جايباها متقطعه حطيتها فيها اهو. كمان هحط عليها بصلايه وطماطمايه علشان تخلي الشوربه بتاعتها مسكره جدا، او تخليها لي هي شخصيا مسكره. وهحط كمان معاها حبهان وورق لوري. بص انا هسيبها على النار بقى تشرب ميتها براحتها، وهزود عليها الميه لو عايزه ميه تاني. انا عملتها اهو خلاص شربت ميتها وبدات تخش في استوى. جبت صينيه حطيت فيها زيت، سبته يسخن ثواني كده. كنت مقطعه عندي كميه من البصل الحلوه كده، يعني كميه محترمه كده من البصل، علشان هو ده اللي هيدي التسكيره الجامده جدا للكوارع. هسيبه كده لحد بس ما يدبل، او يعني يدبل خالص، مش عاوزاه ولا يحمر ولا يبقى ذهبي ولا اي حاجة، انا عاوزاه بس مجرد ان هو يدبل شوية. وهحط فيه الكوارع. انا سايبه كده 5 ثواني 10 ثواني كده بس على النار، على نار عالية، وبعد كده هبدأ اقلبه. زي ما انتوا شايفين كده هو بدأ يدبل شوية عن الاول بكتير. طبعا اول ما حس انه خلاص يعني طري شوية كده هروح حاطه فيه الكوارع بتاعتي. الطريقه دي بتخلي الكوارع مسكره قوي بجد. لو بتاكلوا الكوارع باي طريقه تانية وجربت الطريقه دي هتحبيها قوي، بتخلي طعم الكوارع مسكر جدا، هتحبيها. والبصل ده هناكله كمان يعني مش هيترمي ولا اي حاجه. انا اهو حسيت ان هو خلاص دبل زي ما انا قلت لكم، هبدا احط فيه الكوارع، وكمان هحط فيها الشوربه بتاعتي او اللي هي نزلت الميه بتاعت الكوارع دي، انا هبدا احطها كمان عليها. رصيها كده بالشكل اللي انت تحبيه، انا حطيتها كده بحب ارصها شويه. وكمان مقطعه عندي طماطم شرايح هحطها بعد ما احط الشوربه. الشوربه انا ما ضفتلهاش اي حاجه غير الحبهان وورق لوري. ودلوقتي هحط عليها معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود. كان ممكن ان انا اقلبهم في الشوربه او ان انت تحطيهم على ديت براحتك، الافضل طبعا ان يكون في الشوربه. انا سايباها كده على النار من فوق، هسيبها حوالي ربع ساعه مثلا لحد ما ابدا ان احس ان هي بدات تشرب الميه بتاعتها. بعد كده بدخلها الفرن وبسيبها لحد ما الوش بتاعها يحمر او يكون ذهبي اللون اللي احنا عاوزينه. لا الاقي الصينيه كده علشان تحس تعرفي ان الشوربه بتاعتك وصلت لكل حتت الكوارع او لكل البصل اللي تحت. حط عليها هي معلقه الملح. بدات بس اقلب كده تقليبه بسيطه كده فيها علشان ما تبقاش فيها اماكن حادقه واماكن لا. ممكن تحطيها في الشوربه لو انت مش تعرفي تتحركي فيها او اي حاجه، ممكن تحطي الملح والفلفل الاسود في الشوربه بعد ما تطفي عليها.
اكتر طريقة هتحبيها للكوارع، لان هي بتخليها طعمها مسكر زي ما قلت لكم. كمان بتكون طرية، ما بتكونش ناشفة ولا بتشد ولا اي حاجة، ولا هتتعبي في اي حاجة وانت بتاكليها، هتلاقيها كده بتدوب في بقك بجد. انا قطعت عليها كده شرايح طماطم، بزوقها كده يعني تديها شكلا حلو، وكمان هتديها طعم تسكيرة اقوى، فهتخلي طعمها حلو قوي. كمان بيكون شكل الصينية حلو كده لما بطلعها من الفرن. انا بقى دلوقتي خلاص هدخلها الفرن كده، وهسيبها على درجة حرارة 260 لحد ما الوش بتاعها يحمر. دلوقتي بقى هعمل الممبار. انا جايب الممبار مش متنضف، يعني انا هنضفه هقلبه، هوريك التقليب ازاي. انا بحط صباعيني تحت الجلد بتاعه من الحرف كده، وببدأ اقلبه زي ما انت شايفة كده انا بعمله ازاي. انا حبيت ان انا اطول الحته دي شويه، او ان انا اعملها لكم كامله علشان تعرفي ازاي تنضفي الممبار. طبعا دلوقتي الجزارين وكده مش هتلاقيهم ان هم بيرضوا ينضفوهولك او اي حاجه من دي، فالاكتر ان انت اللي هتضطري ان انت تنضفيه، هو بتبقى احسن، علشان كمان احنا عاوزين نعرف احنا نضفناه ازاي، واحنا اللي عاملينه كل حاجه فيها احنا اللي عاملينه، ف بيبقى احسن ان انت ضامنه يعني انت عامله ايه ومنضفاه ازاي وغسلتيه ازاي. هو طريقته سهله في التنظيف، مش صعبه ولا اي حاجه. ممكن تقصريه يعني تخليه حتت صغيره لو ده هيكون اسهل عليكي وانت بتقلبيه، ولازم طبعا تكوني فاتحه الميه عشان يبقى اسرع لك واسهل لك. هو قلبه مش بياخد معايا وقت طويل ولا اي حاجة، هو بتبقى سهلة. اهم حاجة ان طبعا يكون جنبك مصفى تحطي فيها الممبار اللي انت بتقلبيه، علشان كمان تسهلي على نفسك. لو لقيتيه متشابك او اي حاجه وانت مش عارفه تفكيه، ممكن تقصي الحته اللي انت عاوزه تقصي منها. انا دلقته في الحوض علشان يبقى اسرع لي او اسهل لي، وكمان الحوض ما يتسدش مني. واللي انا بعمله بقى اللي هو انا هعمله اي واحده هقلبها بحطها في المصفى جنبي، بص هو مش هياخد بجد منك وقت خالص. كمان لما بتكوني قلباه انت في البيت ومنضفاه، فبتبقي ضامنه ان انت نضفتيه كويس، وبتبقى احسن ما بتجيبيه كمان متنضف من بره. بص انا حاطه ايدي ازاي وبدخل ازاي. ممكن كمان تعلقيه على الحنفيه بتاعتك وتحطيه، بحيث ان انت لما تكون الميه مفتوحه بتبقى اسهل ان انت بتفضل تزحلق الممبار جوه بعض. حاولي بقى تنزلي الميه منه علشان وانت بتكحسيه ما يبقاش في ميه كتير. انا نزلت الفيديو وحطيت فيه
الممبار زي ما هو كده، او ان انا ما قصيتش منها او سرعت، علشان في كذا حد بيبعت لي بيقولي ان انا بسرع الفيديوهات، هما بيكونوا عاوزين الخطوات كاملة، او ان انا اشوف يشوفوا الخطوات بتاعتي كاملة. فانا برضو وريتكم الخطوات اهو كاملة علشان ما يبقاش في اي حاجة ناقصة. كمان عاوزة اشكركم على الكومنتات اللي انتوا بتبعتوها لي، بجد مبسوطة قوي بيها وبشوفها كلها، و مش عارفة اقول لكم ايه بجد، بس هو ميرسي كتير قوي قوي. ساعات بقى بيكون مرخم شوية او مش راضي يتقلب بسهولة، افتحي المية كده وحطيه تحت المية وابدأي دخلي، هتلاقي ان هو المية بتزحلقه زي ما قلتلكو، فبتخليه يدخل اسرع او ان هو يتقلب معاكي اسرع. وممكن تعملي زي ما قلتلك ان انا حطاه كده على الحنفية معلقاه، وبصوا بيبقى اسرع، ان انا بدخل في ثانية اصلا بيتقلب معايا على طول. لو انت بقى جايباه متنضف جاهز فخلاص انت مش محتاجه اصلا انت تقلبيه ولا اي حاجه، ولا حتى تنضفيه ولا اي حاجه من دي، مجرد انت هتصطفيه كله من جوه ومن بره، وهتنقعيه شويه مثلا في الخل او هتنقعيه بالملح تدعكيه كده. بس انا لما بقلبه بنضفه على طول، بدعكه بالملح، هوريها لكم برده بس بعد ما اخلص بقى. اهو خلاص، مفضلش في حتة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، هو بجد بسيط يعني، القلب بسيط، مش صعب ولا اي حاجة زي ما في ناس كتير بتحس ان هو صعب. لا هو مش صعب، هو سهل يعني، انا بشوف ان هو سهل بصراحة. انا عدلت بس الكاميرا علشان خاطر تشوفوا احسن. بص لما بكون بقى حطاه على الماسوره بتاعه الحنفيه او على الحنفيه عموما، بص بيتقلب بسرعه ازاي، بتتزحلق اسرع علشان الميه داخلاله، علشان هو كمان متعلق يعني، في حاجه ماسكاه من فوق، فبيبقى احسن بكتير. بتفضي فيه بس الميه كده وبتحطيه بقى جنبك، شطفت بس الحوض علشان خاطر لما اجي اعمل اقلبه الحوض عندي يكون نضيف، فما يبقاش متوسخ ولا اي حاجة. بصوا بقى انا جبت كده الرخامة علشان هبدأ انضفه عليها او اكحته، هوريكم برضو بتكح بيتكحت ازاي. بصوا كده هو انا خلاص قلبته، بحطه كده وببدأ اكحته بسن السكينة، هينزل بصوا كل الحاجات اللي فيه هتلاقيها بتنزل. ابدأي بقى حتة حتة كده، وبعدين هنقلبه على الناحية التانية بعد ما خلاص نحس ان هو بقى نضف خلاص كده، هنقلبه على الناحية التانية. كمان الخطوة بتاعت ان انا بحط عليه مثلا معلقتين ملح وبدعكه بيها بتخليه نضيف جدا، ولو في اي بقى حاجة منزلتش ولا اي حاجة التكحيتة دي بتنزله، او الدعكة بتاعت الملح دي بتنزله. اهو قلبته على الناحية التانية، وهبدأ برضو اكحت الحتة اللي هي لقيت فيها وساخة او فيها مش نظيفة. عايزة اقولكوا كمان ان الممبار ده انا عملته اللي هو الممبار البوبوس اللي هو الصغير،
حلو، شكله حلو قوي. لو انت عاملة عزومة او لو حد ما يعرفش الممبار دوت وعملته له هيتبهر بيه جدا، طعمه بيبقى جميل كمان قوي. ممكن كمان تعملي الممبار لوحده او تعملي الكوارع لوحدها، مش شرط ان انت تعملي الاتنين مع بعض، بس انا عملتهم مع بعض وقلت انزلهم لكم لان انا كنت عاملة كمية كبيرة ولا حاجة، انا كنت عاملة حبة صغيرين فقلت اعملهم مع بعض. ابدأي برضو جيبي حاجة جنبك، مصفى او اي حاجة صغيرة جنبك تحطي فيها اللي انت هتنظفيه، علشان تعرفي المتنظف مش من اللي مش متنظف، علشان لما تيجي تحطي عليه الملح تبقى اسرع لك واسهل لك، وما نفضلش بقى نشوف ايه اللي متنظف وايه اللي متنظفش، لا يبقى عارفين ده متنظف وده لأ. بصوا كل اللي فيه نزل ازاي، انا ببدأ اشيله كده، انزله بقى في الحوض بايدي علشان احط غيره فما يبقاش الرخامة كلها اتبهدلت عندي، وكمان علشان لو هو فضل على الرخامة كده ممكن ينزل في الارض وهتبقى الدنيا مش نظيفة، فحاول ان انت تنزلي اول باول في الحوض لو انت بتعملي على الرخامة مثلا جنبك حوض، او ان انت تلمي الحاجات اللي بتنزل دي علشان ما بهدلكيش الدنيا. بجد الممبار دوت من الاكلات المميزه، مفيش بيت بيختلف عليها، مفيش حد ما بيحبهوش اصلا، اكله جميله كده وكلنا بنحبها وبنحب نعملها كمان، فانا حبيت بس ان انا اوريكم كل حاجه. مش عايزه اي خطوه تفوتكم يعني. كده بقى خلاص انا خلصته اهو زي ما انتوا شايفين كده، هحط عليه بقى معلقة كبيرة او معلقة ونص كده من الملح وابدأ ادعكه حلو قوي، علشان لو في اي حاجة مش نظيفة مثلا او عاوز بس يعني يتنضف اكتر، علشان كمان ما يكونش في ريحة اي زفارة، فبعمل الخطوة دي بتكون حلوة قوي. كمان في ناس انا عارفاها ان هي بتحب تدعكه بملح ليمون، فلو ما عندكيش ملح ليمون ممكن تدعكيه بالملح، بس انا بدعكه دايما بالملح، بحط فيه معلقتين زي ما قلت لكم وبدعكه بيه، وبيكون حلو معايا بصراحه وما بشملوش اي ريحه زفاره ولا اي حاجه، وبيطلع طعمه وهم بجد. ادعكيه كده دعكتين تلاتة يعني مش قوي، علشان ما يتقطعش منك ولا يحصل فيه اي حاجه. فمش كتير يعني، اهو زي ما انتوا شايفين كده بدعكه خفيف يعني مش جامد قوي ولا حاجه. هبدا بقى اخده تاني في الحوض، وزي ما قلت لك ان الحوض دايما بيتنضف اول باول، فحاولي ان انت تنضفيه اول باول، يعني بعد ما تخلصي اول مره تنضفيه وبعد كده ترجعي قبل ما تحطيه تكوني منضفاه، علشان اما تيجي تقلبيه يبقى اسهل شوية او يكون مش ما ياخدش ريحة اي حاجة ولا يبقى طعمه مش حلو. فالحركة دي بتكون مهمة او الخطوة دي مهمة برضو. هتفتحي بقى المية، الخطوة دي اسهل من الاولى علشان قلبه اسهل، يعني انت ترجعي تاني سهل شوية.
حطي برضو حاجة جنبك، مصفى او اي حاجة جنبك تطلعي فيها، او طبق تطلعي فيها الممبار. بص انا بحط ايدي تحت حرف بتاعه وببدأ اقلبه، بيبقى سهل قوي. زي ما انتوا شايفين كده، وانا بغسل الممبار او وانا برجعه تاني بيكون فيه دهون فنزلت كلها، عمال ينزل بقى الدهون بتاعته. بصوا الميه لونها اصلا متغير ازاي، مكان ما انا دعكته فما فيهوش اي حاجه، هو نضف جدا. وانا وريتكم انا دعكته ازاي، فهو كده خلاص بقى نظيف قوي، مش محتاج اي حاجة تانية. في ممكن تشيليه بقى لو انت عاوزة تشيليه، او لو انت هتعمليه في نفس اليوم براحتك. بصوا اتقلب مني، ما خدش وقت ازاي زي ما كنا بنقلبه. يعني اول مرة كنا بنقلبه كان بياخد وقت عن لما بتنضفيه، لان لما بتنضفيه بيكون خفيف، خلاص بقى خفيف كده. لما نضف الوزن بتاعه قل. انا خلاص يعتبر كده خلصت، دي اخر حتة، وهبدأ بقى اعمل الخلطة بتاعته. زي ما انتم شايفين كده انا جبت الطماطم قطعتها على 2 وغسلتها حلو. هبدأ اخدها اعصرها، انا مش عاوزاها معصورة قوي، انا عاوزاها نص ضربة، يعني احس ان هي فيها حتت. حطي فيها حبة مية اللي هي بس تخلي الخلاط يمشي، لان احنا هي مستحب ان الطماطم بتاعته تكون تقيلة مش خفيفة. اهو زي ما انتوا شايفين كده هبدأ احط الطماطم كلها في الطبق اللي انا هعمل فيه الخلطة بتاعته. فانا بعصر بقى الطماطم اهو، بعد ما تعصري الطماطم كلها بقى هنبدأ نحط عليها البهارات بتاعتنا. انا حطيت عليه ملح، واحدة ماجي، توابل اللحمة، كمان حبهان ورق لوري وفلفل اسود. التوابل دي هتحطيها على قد الكمية اللي انت هتعمليها، يعني انت تشوفي تعملي قد ايه وتظبطي التوابل بتاعتك على قدها. كمان مقطعة عندي بصل صغير هبدأ احط كمان عليها، وتكوني غسلة عندك خضرة المحشي وتكوني مقطعاها صغير برضو وهحطها عليها.
وانا كنت غاسله طبعا عندي الرز ومصفياه كويس، وهبدا احط برضو عليها، هدي بس دول تقليبه كده بسيطه وبعدين هنزل عليهم بالرز. عاوز الخلطه تكون ريحتها حلوه كده، فالتوابل بتاع سيري بتخلي ريحه الخلطه بوهم، ريحتها بتبقى حلوه قوي، كمان بتديله طعم روعه. فاهم حاجه ان الحاجات كلها تكون مغسوله، يعني الطماطم والبصل والخضره المحشي كله يكون مغسول كويس، وكمان الرز ده عندك تكوني مصفياه وغسلة حلو. الرز كان فيه شويه ميه بس انا حاولت ان انا انتشله كده، يعني مش تعملك اي حاجه ما تخافيش، بس صفيه كويس. يعني قلبي بقى الخضره كلها، او قلبي كلها الخلطه دي كلها مع بعض تقليبه حلوه. خلاص كده انا بقى هحط الشوربه بتاعته او الميه اللي انا هحط فيها بعد ما الميه اللي انا هعمله فيها. يعني حطيت حبهان ورق لوري، ملح وفلفل اسود بس في الميه اللي انا هعمل فيها الممبار، هسلق فيها الممبار، هسيبها كده بقى على نار عاليه، وبعدين هروح اعمل الممبار بتاعي هحشيه، وهعمل هوريكم ازاي عملته بوبو الصغير. تكون المياه بتاعته غليت ابدا اسقطه فيها واحمره. يلا بينا نشوف طريقه الحشو بتاعته. كمان عايزه اقول لكم ان الشوربه دي هحط فيها دلوقتي بصلايه وطماطمايه علشان الشوربه تكون طعمها مسكر وتزود لي التست بتاعه الممبار. نغطيها ونروح نشوف طريقته. بس قبل ما نروح نشوف الطريقة، يلا بينا نشوف الكوارع بقت عاملة ازاي. بصوا شكلها قمر اصلا. يلا بينا نشوف الخلطة. انا بمسكه كده، بحط ايديا الاتنين او صباعي الاتنين تحت الجلد كده، بتنيه تاني على برا يعني، وببدأ ادخل فيه الحشو بالطريقة دي. لو مش تعرفي تعملي بالطريقة دي ولو شايفة ان هي صعبة او مش واخدة عليها، فممكن تحشيه بالقمع اللي هو الواسع، تحطيه جوه الممبار وبعدين تبدأي تحشيه براحتك، الطريقة اللي تعجبك ممكن تحشي بيها، بس انا بحب الطريقة دي، بتبقى اسهل لي والمية بتقدر تدخله وكل حاجة. اهو انا عاوزة اوريكم كده اقرب. تبدأي تدخلي بايدك الاتنين، فبتبقى بصراحة اسرع وبتنجز اكتر من القمع، وبتبدأي بقى تطبي عليه كده علشان الرز والحشوة كلها تدخل جواه بسهولة. لو حسيت انه محتاج مية ببدأ ادخل برضو جواه مية كده بايدي. طبعا انا غسل ايدي كويس قبل ما اعمل اي حاجة علشان الميكروبات والحاجات ديت. انا ما قطعتوش، سبته بطوله علشان خاطر لما اجي اربطه يبقى طويل ما يبقاش قصير ولا اي حاجه معايا. انا سايبه اهو. بصوا انا ببدا اعمل من ناحيه، لما بلاقيها اتملت ببدا اعمل من الناحيه التانيه علشان ما صعبش الموضوع على نفسي.
المية كمان بتساعدك، المية بتاعت الخلطة دي بتساعدك ان هو يوصل لكل الممبار من جوه، او لو انت بتعمليه طويل بيبقى اسهل يعني. خلاص انا اعتبر هكمله بقى وهرجع لكم تاني بعد ما احشيه وخلاص اخلص الحشوة دي. اهو انا خلاص كده خلصته. دلوقتي معايا الرباط زي ما انتم شايفين كده، سميك شوية ما يكونش رفيع ولا اي حاجة. ببدأ اربط اول حتة فوق خالص علشان ما يتفكش مني ولا المية تخرج منه ولا اي حاجة. مش لازم تربطيها كتير، هو ربطتين تلاتة. وهوريكي برضو انا شلته ازاي، يعني قبل ما اقدمه انا شايلاه، وممكن تشيليه كمان قبل التحمير بس علشان ما يتفكش منك وهو بيتسلق. بصوا حطيت الخيط كده عند اول حته، طبعا على حسب انت عاوزاها صغننه قوي ولا اكبر شويه. انا ما حبيتش اعمله صغير قوي قوي يعني، انا حبيت ان انا اعمله اكبر شويه، بس هو مشهور قوي الممبار اللي هو البوبوس ده. هبدا بقى كل حته انا عاوزاها بعملها كده، بربطها بعمل حتة خيط وبربطها. اهم حاجة ان الخيط بتاعك ما يكونش رفيع قوي، يعني يكون سميك شوية علشان ما يدوخكيش. ونكمله كده مع بعض كله واخلصه برضو كده ونرجع مع بعض تاني. زي طبعا ما ربطنا اول حته لازم برضو نربط اخر حته علشان هو ما يبقاش ما يتفكش مني زي ما قلت لكم، ويفضل معمول بالخيط. نيجي بقى في الشوربة السخنة، اهي المية بتاعته بدأت تغلي جامد، هبدأ اسقطه فيها. لازم الشوربة تكون بتغلي جامد علشان ما يفرقعش منك،
ولا يتفك ولا اي حاجه. لازم الشوربه تكون بدرجه الغليان اللي انت شايفاها في الفيديو ده. هتنزلي الممبار بتاعك، سيبيه بقى لما للحد ما يستوي حوالي 15 أو 10 دقايق كده وتخرجي منها. خلاص كده زي ما انتوا شايفين خلصت الكوارع، شكلها قمر اهي، حلوة جدا، لونها حلو قوي وكانت مسكرة جدا بجد، والطريقة دي روعة للكوارع، انا بحبها كتير جدا يعني بصراحة. دلوقتي هو الممبار طفيت عليه علشان خلاص هو استوى. بصوا بقى عامل ازاي، مفيش ولا واحدة فرقعت. ابدأي بقى حطينا، حطيته في المصفى، طلعته في المصفى علشان لما اجي احمره ما يبقاش فيه مية خالص. سبته حوالي 5 دقايق بس، وبعد كده هبدأ ان انا احمره. عايزه اوريكم برضو شكله، بصوا عامل ازاي. هغرف بس الكوارع وبعدين هحمر. الكوارع ريحتها قلب البيت بجد، وطعمها كمان حلو قوي. البصل دوت متكرمل كده ومدي طعم حلو جدا، فبجد جربوها بالطريقة اللي انا عملتها دي، وقولولي كمان رأيكم في الكومنتات. لو حد جرب من الطرق بتاعتي قبل كده يقولي ايه رأيه، وبتبقى طعمها وهم بجد. ودي ابسط طريقة للكوارع كمان، يعني لو انت تعمليها بطريقة تانية بتبقى صعبة عليكي، فدي طريقة سهلة للكوارع خالص يعني جدا. خلاص كده بقى يلا بينا نحمر. بصوا انا فكيت بس يعني انا عملت واحدة فكيتها، قصقصته، قصيت من عند الحتت اللي هي كانت متربطة. الخيط بيطلع معاكي تلقائي يعني، بيطلع معاكي عادي لوحده، او ممكن تحمريها زي ما هي. انا حمرت واحدة كده قدامكم، وحمر واحدة برضو زي ما هي متربطة علشان اورها لكم في زيت سخن طبعا. وهبدأ بقى أول ما يتحمر أقلبه على الناحية التانية، وبعدين هطلعه في المصفى بتاعتي أو في طبق. طلعيه كده وهو لونه ذهبي، انا بصوا شايفين لونه ذهبي ازاي، انا طلعته في اللون ده. بصوا انا هعمل لكم بقى التانيه اهي زي ما قلت لكم، زي ما هي كده هحطها على شكل كده ورده. ممكن تقصقصيها وهي كده في الطاسه، وممكن تستني لما تقلبيها على الناحيه التانية وتبداي تقصقصيها عادي. بجد طعمه حلو قوي، كمان شكله حلو قوي. لو عندك اطفال هيحبوا الشكل ده جدا. الخلطة مديه طعم روعة،
ما تنسيش تفكي اول حتة ربطيها واخر حتة برضو. اول ما يبقى لونه ذهبي هنبدأ نطلعه، ما تسيبوش ان هو يغمق.